هيدي آخر مرة بيجي لهون. This is the last time I'm here. I come here. Okay. كتير ركزوا على الشخصيات وركزوا على القصة. شو بده يصير بين هالشخصين؟ لازي؟ لازم نو نو نو. برمكس. نو 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 نو. مش انتو بتقرروا المكان. انتو بتقرروا اذا هالشخصين بيعرفوا بعضهم او لا. يمكن اول مرة بيلتقوا ببعض. انتو بتقرروا اذا هالاشخاص من نفس الكاتيجوري. يعني اذا اثنيناتهم انسان، اذا واحد انسان تاني شي تاني، اذا واحد ممكن. شجرة. أوكي. واحد. أوكي. أوكي. كرسي، اذا واحد حيوان، واحد شمس، اذا keep the imagination open. ها keep it simple. بس اهم شيء يصير فيه مشكلة حل. واضح؟ واضح. اوكي. مهدي الثلاثاء، ممكن تكون فكرة خطيرة شوي. شو يعني خطيرة؟ يعني مأفورة شوي. ليش لا فيكم تقترحوا اذا حسيت انه كتير اوفر بقلكم بلاها يعني. بس ما تخافوا، ما تخافوا من الاوفر. انه انا اللي بقلكم لا خففوا. بس keep it، ما بدي اقول keep it simple، keep it feasible. يعني اعملوا شيء تقدروا تعملوه. ها كثير مهم هالشيء. وخلوا اللوجيك تبع الايماجينيشن دائما ببالكم. وليتس سي وات وي ويل هاف. هلا انا بفضل ما تشتغلوا سوا عليها. يعني ما تخبروا الثاني جروب شو انتم عم تعملوا. كل جروب يشتغل. هلا بون اذا في جروب بده يساعد الثاني مش مش مشكله يعني. بس مش كلكم تكونوا عارفين شو كلكم عاملين. اوكي. لانه بس كون عم نشتغل على الخيال، اذا بنسمع شو حدا تاني عامل بسكر لنا خيالنا. مزبوط. لقلنا بنصفي نروح بنفس الاتجاه. من بعد ما تطوروها اذا بدكم تشوفوا البقيه شو عاملين ليش لا. أوكي. بس خدوا وقت تطوروا الفكره انتو بالاول وبعدين بتشاركوا البقايا فيها. يس نسمع. طب هل ممكن نزق الديو ديت شوي؟ ما رح تنسي تشكري لي امك حبيبي. طبعا اكيد. والجلسة اللي بدنا نعملها والله هتفرح جدا. ناخدها معنا على اسكندرية. خلاص. انا بس سؤال بقى معلش برضه كده يا حبيبي. أكيد. من غير دليجي هتيجي. بس احمد عزت لا. طيب وانا كنا احمد عزت. احمد عزت لا. انت مع كاريني ليه؟ يا وين عزت؟ انا عزمتك على الاردن وفلسطين، بتشرفنا بالتنين. كارهني ليه كده؟ صار صار والله. ليلي بنروح. يلا نسمع. انا بحكي لما عندي سؤال بخص المسرح. وفي بور دو مارسي. لي بورت سون توجور اوفيرت. تو لي بور، تو لي بور. لي بور اي لي بور. سي تو ليت. سمعتي سمعتي انك دخلنا ايرلندا صح كده ديليجي؟ هلا خلصونا من الديليجي. عندي سؤال بخص المسرح. نعم. عندي سؤال بخص المسرح وعن جد عم بحكي. هلا لو افترضنا عندك مسرحيه بدك تطلع تمثلها وحاسس حالك هيك يعني شو بدي اقول لك مانك قدران تمثل، امرار بتكون مش في المود. لا عن جد عم بحكي والله العظيم عم مش في المود. وامرار بتكون كثير انت جاي على بالك تمثل فبتطلع معك كثير حلوه. امرار هيك مثلا مثل هلا انا انه هيك انه هذا طبعا لما بدهم يقولوا كذا. هيدا الفرق بين المحترف والهاوي. طيب انا شو هي شو هي القوانين اللي لازم انا اعملها مثلا لحتى اعيش؟ ما في قوانين، في ويل. شو بيقولوا ويل بالعربي؟ هلا مره انا شفت معهد العالي عندنا بسوريا عم يعملوا هيك بصراحه. شفتوا عم حاطين شموع وعم يعملوا ما بعرف يعني هيك يعني بعدين لا 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 يا بابا انرجايزرز قبل البتاع يعني. شو هدول؟ اي حبيبي كلنا قبل المسرحيات بنعمل حاجات كده بناء علشان تفوق لو انت نايمين كل عضلات يعني عشان تبقى واعي. طب يلا دادو بلش المشهد. ليش بفيدك بشيء انت؟ لا يعني اللي مثلا انه مشان تفوت بهيك لازم تعمل هيك بتعمل هيك بتعمل هيك. دادو هيدي مشكلتك الاساسيه انت انه انت بدك روسيت. شو بيقولوا روسيت بالعربي؟ مقادير يعني بتحط مقادير.
انه مثل ما تعمل جاتو بدك تحط كبيت طحين وكبيت مي وكبيت هيك بدك هيك مفكر انت الفن انه بتحط كبيت ثلاث كبيات بيمشوا شويه عرض صوت. لا انا بالعكس بحب كثير التشلطح بالافكار هيدي مشكلتك بدك رسات وتشلطح بس اسكت خليهم يسوي مشهدي وارتاح خلص كثير انه حاسس حاليا انا بعرف روسيت دقدوق على فكره لا انا كثير متحمسه اسمعها عن جد روسيت دقدوق انا بعرف مع ورقه بدك تقدم مشهد لا ما تحلم انا لا لا ما تحلم لا انا في ما تحلم معلومات كاتبه لا ما تحلم مو مشهد ما تحلم مني مو مشهد مش هتطلع حد مع الراديو والاذاعه عامل شيء كثير حلو راديو ايش فيك شو ساره فتحة صالون كوافير سارة اليوم لا وصعب فرش شعري لأنه صار راسي وجعاني من البطيس عم زبطهم بالمرة عشان انت ما تتضايق منظري مو أكتر بلاكس ناجي خلي لي إياكي حبيبي حبيبي طول لي بعمرك نعم دلوقتي كله عنده فرصة يومين إنه يفكر في الموضوع أنا هفكر بس فريم هيجي تات بالفجر هاود انا هو ساعتين ثلاثه هيطلع مشهد تشتغليها مع احمد وبترجع تشتغليها مع فريم بيوم ثاني طيب بس بقى عندنا وانت اربع مشاهد